السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أبواب الثقافة، أهلا بكم في فيديو جديد. بداية ندعوكم اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ماذا فعلت امرأة أجنبية عندما رأت شخص مسلم يصلي في الشارع؟ وماذا فعلت أمامه؟ تجربة اجتماعية قام بها شخص باكستاني في كوريا الجنوبية وبالقرب من الكوريين لمعرفة رد فعل الناس. وفي البداية اختاروا الصلاة في محطة القطار، وبالطبع انتبه له جميع المارين والواقفين، لكن هناك سيدتين كبيرتين في السن كانتا بالقرب منه وعرفا أنه كان يصلي ولم يقوم بأي تصرف إيذاؤه سوى تركه ليكمل صلاته. وبالطبع عقب انتهائه من الصلاة أخبرهم أنه كان يؤدي الصلاة، وأخبرهم أنه باكستاني جنسية، وقام بإعطائهم ورود حمراء لنشر الإسلام وتعبيرا منه عن حبه للجميع واحترامه لهم. حق التعبد وممارسة الديانات حق لا يمكن نزعه للمرء. وبعد المحطة ذهب الرجل للصلاة في شارع عام، لكن كل من مر بجانبه ظل يراقبه، فنادرا ما يقوم أي شخص بالصلاة في أي مكان عام في كوريا. لكن إحدى السيدات قامت بالمرور أمامه بالعمد لكي تسبب له القلق والتوتر، لكنه ركز في صلاته ولم يعيرها أي اهتمام. بالطبع حتى انتهى من صلاته ليجدها بالقرب منه منتظرة إياه أن يفرغ من صلاته، وبدأت بينهم محادثة بسيطة عن الإسلام، أما عن السبب الذي جعله يصلي في الشارع، حتى أن أحد المارة نظر إلى ساعته ليعرف أي الصلاة التي يقوم بها. وبحسب من قام بالتجربة فأغلبية الناس لا يعانون من مشكلة مع الإسلام في حد ذاته، ففي كل مرة كان هذا الشخص يقوم بنشر الورود على المارة ويتحدث معهم عن الإسلام، ووجد أنهم يريدون أن يعرفوا الكثير عنه. لكن عندما يرى المرء شيئا غريبا في مكان عيشه فعادة ما يبدي برد فعل مماثل لهؤلاء. وفي النهاية قد تكون مثل هذه التجارب مشكلة لمن يقوم بها، وخاصة تلك الدول التي تهاجم الإسلام بشتى الأساليب المشروعة والغير المشروعة فيما يعرف بفوبيا الإسلام. لكن لا يعني الأمر أن كل من يقوم بهذا الأمر في تلك الدول يعاني من تلك المشكلة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.